بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. ما بعد، فهذا المجلس الثاني في مدارسة منتقى مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب طهارة الماء المتوضئ به. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي. متفق عليه. هذا التبويب من فقه المجد رحمه الله، بوب عليه بقوله: باب أو باب طهارة الماء المتوضأ به. يخالف في هذا ما اشتهر عند الفقهاء رحمهم الله من أن الماء إذا توضأ به انتقل من وصف الطهورية إلى وصف الطاهرية، انتقل من أن يكون طهورا إلى أنه طاهر. وهذا التبويب من الشيخ وهذا الاستدلال بعده بحديث جابر يدل على خلاف ما ذهبوا إليه، فإن الماء يبقى على طهوريته وإن توضئ به. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله. مر التنويه عنه، وهو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه. وجابر يعتبر من صغار الصحابة، ولهذا كثرت وعظمت عنه الرواية، فإن الرواية كثرت عن صغار الصحابة وعمن مد في عمرهم حتى أخذ عنه. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن كان في طبقتهم الرواية عنهم قليلة، لأنهم لم تطل أعمارهم فيؤخذ عنهم. بينما العبادلة الأربع عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأيضا جابر وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وأمثالهم كثرت عنهم الرواية لأنها طالت أعمارهم وهم من صغار الصحابة، وما في الصحابة رضي الله عنهم صغير. يقول جابر: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. والعيادة هي زيارة المريض، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام ومن عمله بهذه الفضيلة، وهي عيادة المريض، وإن كان المريض أقل أو أقل شأنا منه. فجابر من صغار الصحابة، ومع ذلك عاده عليه الصلاة والسلام لكريم دله وحسن سيرته وتواضعه عليه الصلاة والسلام. قال: يعودني وأنا مريض لا أعقل، يعني أصابه من شدة المرض غيبوبة أو ما دون الغيبوبة وهي الذهول، إن في شدة المرض يغدو على الإنسان عقله ويرجع، وأنا لا أعقل. فتوضأ وصب وضوءه علي. توضأ عليه الصلاة والسلام إما الوضوء الكامل بأن غسل يديه ومضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ورجليه، أو أنه وضوءا دون ذلك بغسل الوجه واليدين ونفثه في الماء. صب الوضوء على جابر دل على أن هذا طهور، أنه طهور وأنه لم يتغير. قال: توضأ وصب الماء علي. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الماء إذا توضأ به صار طاهرا
لا طهورا مطهرا لغيره. وهذا قول وإن قال به الجمهور لكنه قول مرجوح، فإن الماء يبقى على طهوريته لا يتغير منها إلا إذا خالطته النجاسة فغيرته بلونه أو رائحته أو طعمه. والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو ونساؤه من إناء واحد، فسؤر المرأة وسؤر الرجل أي ما يتبقى من أثر الماء من وضوئه يبقى له الطهورية لا تنفك عنه. وهذه هي ظاهر هذه الترجمة في صنيع المصنف رحمه الله، فدل هذا الفعل على طهارة الوضوء، وأن الإنسان إذا تطهر وجمع ماءه في إناء فإنه يبقى طهور. طيب إن تغير لونه بطاهر بالعرق أو بوسخ الأعضاء يبقى له حكم الطهورية. متى تزول عنه الطهورية؟ إذا تغير بالنجس، تغير بالنجس لونا أو رائحة أو طعما انتقل من كونه طهور إلى كونه نجس. وبهذا نعرف أن الماء ينقسم إلى قسمين، إلى طهور وإلى نجس. على هذا دلت الأدلة. وأما تقسيمهم رحمهم الله الماء إلى طاهر وطهور ونجس فيحتاج إلى دليل، لأن عندهم الطاهر طاهر في نفسه لا يطهر غيره، وهذا من الأقوال التي تعقبت وممن تعقبها شيخ الإسلام ابن تيمية والجدها هنا في ظاهر الترجمة. فإن الماء إذا كان طاهرا وبقي له اسم الماء ما الذي يسلبه الطهورية؟ من سلبه الطهورية يتعين عليه الدليل. فإن انتقل اسم الماء عنه إلى اسم آخر صار شاهي بمخالطته إيش؟ ورق الشاهي، صار عصيرا، ترى العصير 90% منه وشو؟ ماء. صار لبنا، صار مرقا، انتقل اسم الماء عنه إلى اسم آخر فلا يصح التطهر به لأنه لم يصبح ماء وإن كان الماء أكثر مكوناته. هنا انتقل اسمه من ماء إلى شيء آخر، إلى مرق، لبن، عصير، وشاهي، وقهوة، وأمثال ذلك. نعم. وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وهو بكماله لأحمد والبخاري. هذا حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما في صلح الحديبية، حديث في البخاري بطوله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الحديبية مكث فيها وأرسل عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة يفاوضهم أنه ما جاء مقاتلا وإنما جاء معتمرا محرما. يقول المسور رضي الله عنه: وما تنخم النبي عليه الصلاة والسلام نخامة، وهي ما يخرج من الخياشيم من هذا السائل الغليظ، فألقى بها إلا تسابق الصحابة إليها تكون في أيديهم يدلكون بها أجساده. وما توضأ وضوءا عليه الصلاة والسلام أي فضلة وضوئه، وما تساقط من وضوئه إلا كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، دل على طهارة الماء المتوضأ به كما ذكر المصنف، طهارة الماء المتوضأ به خلافا لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا توضأ به سلبت منه الطهورية وبقي فيه أنه طاهر. وها هنا أصل شريف مفيد للمؤمن ولطالب العلم،
ما الذي يتبرك به ممن فصل من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام؟ جاءت الأدلة بستة أشياء، ستة أشياء انفصلت من جسده الشريف في حياته لا بعد موته بهذا القيد. نخامته كما في حديث المسور ومروان بن الحكم، وضوءه يتبرك به بالوضوء بالنخامة، ريقه عليه الصلاة والسلام، دمه، عرقه، شعره. في غير هذه الستة، هذه الستة التي يتبرك بها ممن فصل من جسده الشريف في حياته بهذا القيد لا بعد موته. لماذا أوردنا هذا القيد؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم غسلوه بعدما مات وانفصل الماء عن جسده، هل تبركوا بهذا الماء المنفصل من جسده؟ لا. وقصرناها على هذه الست، فإنه عليه الصلاة والسلام بال مرات كثيرة، هل تسابق الصحابة إلى بوله؟ الجواب لا، ولم يتسابقوا إلى غائطه عليه الصلاة والسلام، لأنه كالبشر بوله وغائطه ليس طاهرين بل نجسين كسائر البشر. إذن الذي يتبرك به من فصل من جسده الشريف في حياته في هذه الستة: نخامته، وضوءه، شعره كما في عام الحديبية وكما في حجة الوداع، وعرقه. ولهذا كان عند أم سلمة كساء للنبي صلى الله عليه وسلم فيه عرق ورائحته، كانت تداوي به أولاد المهاجرين والأنصار، لأنه انفصل من جسده متى؟ الشريف عليه الصلاة والسلام في حياته. وكذلك ريقه صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يتبرك به. ودمه كما في حديث عبد الله بن الزبير في غزوة أحد، فإنه نزف عليه الصلاة والسلام نزفا شديدا. وعبد الله بن الزبير صغير ذاك الوقت، أعطاه النبي دمه قال: ضعه في مكان لا يراه فيه أحد. شو عبد الله؟ ابلعه، حطه في مكان لا يراه فيه أحد. وهذا يدل على طهارة دمه صلى الله عليه وسلم. بل الدم عموما طاهر، دم الآدمي طاهر إلا ما خرج من السبيلين، خلافا لما ذهب إليه الجمهور. فإن الصحابة رضي الله عنهم شهدوا المشاهد الكثيرة والغزوات العديدة، وهي مظنة الجراحات، ولم يأتي ما يدل على أنهم يتوضؤون منها أو أنها محدث لطهارتهم أو ناقض لطهارتهم أو أنه حدث واقع بهم مع عموم البلوى بذلك، إلا ما خرج من السبيلين من الدماء وغيرها فهي نجسة بالإجماع، ومنها نجاسة دم الحيض والنفاس. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جنبا، فقال: إن المسلم لا ينجس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الله، هذا حديث جليل، حديث حذيفة بن اليمان. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يعرف بماذا؟ بصاحب السر، سر النبي عليه الصلاة والسلام. أي سر؟ أعلمه النبي بأسماء أعيان المنافقين 17 الذين كادوا أن يسقطوه عليه الصلاة والسلام من عقبة تبوك، مرجعه من تبوك. فإنهم جاءوا لما كادت الشمس أن تغرب،
ونزل عامة الصحابة مع بطن الوادي يمشون، ورق النبي مع العقبة، يقول حذيفة: فإذا أقوام ملثمون أقبلوا يعدون، فكادوا أن يسقطوا نبي الله منها على العقبة، فرجع معاذ ومن معه يضربون بأيديهم وجوه الخيل ووجوه الركاب يبعدونها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: أعرفت القوم يا حذيفة؟ قال: إنهم ملثمون، والوقت والشمس قد سقطت. عرفت ما أرادوا؟ فأخبره بخبرهم وأعلمه بأعيانهم 17. قال: لا تخبر بهذا أحدا. ولقب حذيفة بصاحب السر. عمر رضي الله عنه يخاف على نفسه النفاق، ألا فمن يأمن على نفسه النفاق بعد أن خافه على نفسه عمر؟ وقد خاف عمر على نفسه النفاق الأكبر، ما هو النفاق العملي الأصغر. ولهذا سأل عمر حذيفة رضي الله عنه: أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ فسكت حذيفة لأنه مأمون على سره، سر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: نشدتك بالله، أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ سأله بالله، أحرجه. ومن سئل: من سألكم بالله فأعطوه، ومن استعاذكم بالله فأعيذوه. فقال حذيفة رضي الله عنه: لا يا أمير المؤمنين، ولا أعلم أحدا بعدك. فصار عمر يلحظ حذيفة إذا قدمت جنازة، يشوف حذيفة يصلي عليها ولا يدفي. لماذا؟ لأن حذيفة عنده علم، ما هو عنده بقية الصحابة. فلهذا عرف حذيفة رضي الله عنه بصاحب السر، سر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على شرفه. يقول حذيفة: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب، أي حذيفة على جنابة، سواء جنابة احتلام أو جنابة جماع. القوم ما عندهم مياه في حماماتهم، متى ما بغى شغل الدش ومتى ما بغى صكه، يتكلفون للذهاب إلى الاغتسال. فلما لقي حذيفة رسول الله وهو جنب حاد عنه، أي استخفى وابتعد عن رسول الله لئلا يلقاه. فذهب حذيفة فاغتسل. وين اغتسل فيه يا محمد؟ في حمامات جامع الراجحي. ما هنا جامع راجح ذاك الزمان، إما في الحيطان أو في الآبار والقلبان. فاغتسل حذيفة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كنت جنبا، يعتذر لأنه حاد عن رسول الله وخر عنه مسرعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. هذا الشاهد: إن المسلم لا ينجس. ومناسبته لهذا الباب أن الماء المتوضأ به، من توضأ به مسلم، إذن لا ينجسه وضوء المسلم، لأن المسلم لا ينجس. طيب، هذه الجنابة، الجنابة لتشريف وتكريم المسلم، لا أنه أضحى نجسا. وكذلك غسل الميت، لا لأنه صار نجس فيطهر، ولكن لأن غسل الميت من تكريمه ومن رفعه وكرامته، أوجب الله جل وعلا تغسيله. إذن الجنب لا ينجس، وبالتالي له أن يجالس إخوانه وأهله، يصافحهم يصافحونه، يمسهم يمسونه، وثيابه التي عليه طاهرة وعرقه طاهر، لا ينجس من ذلك بشيء. ما الذي يمنع منه الجنب؟ يمنع من المكث في المسجد، لأن الشريعة متشوفة إلى أن يبقى المؤمن على طهارة،
والله جل وعلا يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل. إذن أجاز الله للجنب أن يعبر المسجد وهو يمشي ما ينجس الأرض حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وينهى الجنب أيضا عن مس المصحف وكذلك غير المتوضأ، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. ومثل الجنب المرأة الحائض والنفساء، عرقها وجسدها طاهر، إنما النجس هو موضع هو الدم وموضعه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة فتتزر وهي حائض فيباشرها وهي حائض، يمس جسده جسدها ويمص لسانها ويضمها وهي حائض. ليه؟ لأن المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس. طيب والكافر نجاسته ليست نجاسة حسية وإنما نجاسة معنوية. إنما المشركون إيش؟ نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. أي نجاسة معنوية ليست حسية، بمعنى لو مست يدك يد كافر ما يجب عليك أنك تروح تغسل يدك أو تتوضأ. قال رواه الجماعة. من الجماعة؟ أي على السبعة، السبعة إلا البخاري والترمذي. إذن رواه من؟ مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال وروى الجماعة كلهم نحوه، نحو هذا الحديث أي قريبا منه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمؤلف ما ساق حديث أبي هريرة لأنه ليس كالنص في حديث حذيفة. طيب الجنب إذا أراد أن ينام يستحب له ماذا؟ الوضوء. هل الوضوء واجب ولا مستحب؟ مستحب. مستحب له الوضوء لينام على وضوء، وإذا رغب العود للجماع استحب له الوضوء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن ينام إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. وإذا أراد أن الجنب أن ينام فليتوضأ. هذا الأمر أمر إرشاد. طيب لو توضأ لو نام بلا وضوء صح ذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من أهله في رمضان، يعني الجماع في الليل، ويصبح جنب من أهله في رمضان فيصوم فيغتسل ويصوم، يطلع عليه الفجر وهو عليه الجنابة، دل على أنه نام ماذا؟ نام ولم يغتسل وإنما عليه الجنابة. اللهم صلي وسلم عليه. نقف على باب بيان زوال تطهيره، نجعله إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيء أخوان سم شيخ، تبويبه للباب هذا الأخير بطهارة الماء المتوضأ به أي ما يدل على أنه يرى أنه طاهر لأنه ما قال طهورية.
المجد رحمه الله لا يفرق بين الطاهر والطهور، ماشي على أن الحكم فيهما واحد، وهذا الذي رجحه حفيد شيخ الإسلام تيمية وهو الصحيح. أي نعم. سم أحسن إليك، ما ذكرت تلاوة القرآن للجنوب، أي في خلاف المسألة ولا؟ تلاوة القرآن للجنوب إن كان من حفظه فالصحيح أنه لا يمنع منها، سواء جنابة الرجل أو جنابة المرأة فيما يتعلق بحيضها أو نفاسها. قالوا يكره للجنوب أن يقرأ القرآن كراهة، لأن رفع جنابته بيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ القرآن وهو جنوب، وعدم فعله عليه الصلاة والسلام لذلك لا يدل على تحريمه، وإنما يدل على أكمل، لأن من ذلك ما يأتي في أورادك عند نومك، فإن فيها آيات لا يمنع منها الجنب حال جنابته، والله أعلم. نعم. سم أي يقول أخونا، ليس هذا الفعل خاص بالنبي أن الماء الذي نبع من يده وما كان من آثار وضوءه فإنه صب على جابر ما توضأ به أنه خاص بالنبي؟ الأصل عدم الخصوصية، القول بالخصوصية يحتاج إلى دليل، فلما لم يأتي الدليل دل على العموم وأن الأصل الطهارة والحل، وإلا قال بعض أهل العلم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ليس عليه دليل. وأذكر أنه لما قيل ذلك لشيخنا رحمه الله شيخ ابن باز قال: وما الدليل على هذه الخصوصية؟ لم يأتي دليل يجعل ذلك خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء الدليل بأنه خاص به أن يزيد على 4 من النسوة، وخاص به أن ينكح المرأة بغير ولي، في أشياء في خصوصيات عليه الصلاة والسلام دل عليها الدليل، والله أعلم. سم سم أي أي الظفر أي الأشياء الستة التي ذكرناها هي ما دل عليه الدليل مما يتبرك به مما انفصل من جسده الشريف، وهي نخامته وريقه ووضوءه ودمه وعرقه وشعره، ظفره لم يتبركوا به صلى الله عليه وسلم، مع وجود سببه فإنه كان يقص أظفاره لم يتبركوا به، كما أنهم لم يتبركوا ببوله ولا بغائطه، دل على أن هذا خاص في هذه الستة بشرط أن تنفصل من جسده الشريف في حياته لا بعد موته عليه الصلاة والسلام، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.